الاخوان هو البرد. انتما اللي قالت بدا كيدخل البرد بزيد وحتى الريح. انتما شوفوا الشجر كيتحرك، ما عرفتش الصوت واش كيتسمع مزيان، ولا كان تيتسمع الصوت مزيان راه هي هذيك ما كانش غادي تلقاوني عاودت الفيديو. anyway سو الموضوع شحال من واحد كان كيصيفط هذا الموضوع هذا ديال واش ما كاينش تقاعد في ميريكان، وشنو هي الطرق ديال التقاعد اللي كاينه في ميريكان. الجواب هنايا غادي يكون مزيان للمغاربه اللي ساكنين في ميريكان، غادي ينفعهم هذا الجواب، والمغاربه اللي ناويين يجيو لميريكان غادي ينفعهم هذا الجواب بزاف كاع. اولا نبداو بالمغاربه اللي ساكنين في ميريكان. المغاربه اللي ساكنين في ميريكان الاخوان عندكم بزاف ديال الاوبشنز، كاين ال 401k وكاين السوشيال سيكيورتي اللي كلشي كيديرو، وكاين روث اي ري اللي تقدروا تزيدوا نورمالمون خاصكم ديرهم كاملين. وفي ال 401k خاصكم تماكسيو كيتسمى الماكس اوت، اي خاصكم ديروا كلشي ماكس اوت، اي نورمالمون انت كتحط واحد البورسونتاج والشركه ديالك كتحط واحد البورسونتاج. ومن الافضل الاختيار ديال الانفيستيسمون تكونوا نتوما اللي كديروه مبني على يا اما الاس ام بي 500 ولا الناسداك، حيت المشكله هما انهم كيشدوا دوك الفلوس كيعطيوهم باكج لواحد الشركه، وديك الشركه في معظم الاحيان الا دخلتوا الفور وان كي غتلقى والو، كتمشي على حسب لاج ديالك وكتلقى واحد الباكج مكتوب عليه 2060 اللي هو في 2060 غاتش التقاعد، 2040 غاتش التقاعد، 2050، 2030، والباكج كيكون مقاد على حسب وقت غاتش التقاعد. طريقة باش مقاد غير مربحة تجيكم من الاخر، وما غاديروش بها ارقام كبار. وانا هي التغيير اللي درت مع بزاف ديال الناس في الفوانكي، الناس لقاو اكثر من الدوبل، داروا اكثر من الدوبل فقط لانهم ما مشاوش مع الباكج. الا هادشي ما مفهومش مزيان الاخوان قولوها لي، لانني حاولت غير نختصر، ولكن الا ما فهمتوش هادشي اللي قلت صبروا معايا عرفتي راه فيا واحد البرد والسلامة. سو الا ما فهمتوش هادشي اللي قلت كتبوا لي في الكومنت نديروا على فيديو توضيحي اكثر على الفور وان كي، كيفاش شنو هما الانفستمنت اللي خصهم يكونوا الى اخره. ولكن ضروري يكونوا عندكم هاد كيتسموا 3 فييكلز اللي هما يا روث اي ار اي والفور وان كي وعاد السوشيال، ما تعولوش على السوشيال بوحدو. هادي من جهه. دابا نجي نشرح للمغاربه اللي جايين لميريكان. ميريكان فيها واحد التقاعد مختلف على التقاعد ديال المغرب. التقاعد ديال المغرب كاين تقاعد عادي وكاين تقاعد تكميلي اللي كتزيد. في ميريكان كاين السوشيال سيكيورتي اللي هو ديال الدوله، دايره الدوله وكدير الكونتريبيوشن ديالك في كل عام، ولكن المشكل التقاعد ديال الدوله كاين ولكن ضعيف جدا مقارنه مع الحياه. فاش غتشد التقاعد غتلقاه ما يقدر يخلص لك والو، يقدر يخلص لك والو، خاصه الا بقيتي كاري ما عمرك ما شريتي دار وما كملتيش الخلاص ديال الدار، او دير الخلاص ديال الدار وتجيبها في راسك. واحد السيده تلاقيت معها غير مؤخرا السوشيال سيكيورتي ديالك كيعطيها شحال يعطيها 1400 ما قداش 1400 دولار، من غير الا كنتو ناويين ترجعوا للمغرب وتعيشوا من المغرب بالسوشيال سيكيورتي تقدر تصدق ليكم 1,400,000 درهم من المغرب مزيانه في المغرب، ولكن في ميريكا راه ما خداماش ما واكلاش. سو هاد المراه هادي مسكينه مازال ما كملتش الدار ديالها، مازال ما خلصاتهاش، سو باقا القضيه عندها صعيبه. هذا اللي خلاها انها خاصها تكمل في الخدمه ما تشدش التقاعد، وعندها دابا واقيلا شي 67 عام ومازال ما شدتش التقاعد لان ما خدهاش، ما كانش عندها ال 401k راث اير ما عندهاش هادشي. اذا هذا السوشيال سيكيورتي ما تعولش عليه في امريكا. الحاجه الثانيه هو اي شركه خدمتي معاها كدير لك واحد التقاعد ديال سميتو ال 401k. هذا ال 401k هما كيبداو يحطوا لك فلوس مع واحد الشركه، وهذيك الشركات كتبقى تانفيستيون كتبقى انفيستي لكم الفلوس، عرفتي راه ما عرفتش واش كاين الصداع ولا لا، كتبدا تانفيستي لكم الفلوس. فاش كتوصلوا لواحد السن اللي هو واقيلا 59 عام الى عقلت، المهم صحوا لي الى غلط، 59 عام كيولي عندك الحق تجبد دوك الفلوس. التقاعد هنا في امريكا على حسب الفون كي ماشي كتوصل لواحد لاج كيبدا يعطوك للشهر، كتجبد فلوس كامله، عندك الحق انك تجبد فلوس كامله ولا تجبد بشويه بشويه. وكاين تقاعد اخر تكميلي حتى هو تقدر ديرو اللي هو الاي ار اي، تقدر يكون تراديشنال اي ار اي ولا روث اي ار اي. وحتى ال 401k كاين تراديشنال 401k وكاين
الراث لا كاين كاين راث 401k. حاولوا الاخوان تجبدوا هذه الكلمات دخلوا للانترنت اللي عنده مع لونغلي يقلب عليهم مزيان باش يفهمهم. وكل ما كديروا هذه الهضره هذه اللي قلت بكري كل ما كتضيعوش فاش كتكبروا. بزاف ديال الناس راه خاصه المغاربه حيت المغاربه اللي كيجيو بالقرعه واللي جاو في التسعينات وما عندهمش هذه المعلومات تقول بهم ساكن. كاين اللي دابا عنده تقريبا نقول لكم واحد كاين اللي تقاعد كاين اللي عنده 65 عام وعنده السوشيال سيكيورتي اللي يقدر يتيري واحد 12000 درهم 12000 درهم 13000 درهم اللي هي ما قاداش شحال واحد تقول بزاف بزاف. وكاين اللي كان عنده 401k وباعو وجبد الفلوس باغي يدير بهم شي شرا بهم شي دار ولا شي حاجه وخلص بيناليتي ديال 10%. الناس ما كيكونوش اذكياء من الناحيه الماليه خاصه المغاربه اللي كيكونوا جايين لان ما عارفينش قوالب ديال البلاد ما عارفينش كيعرفوا شي قوالب ديال كيفاش يتعاملوا مع شي حوايج بسيطه. ولكن في معظم الاحيان خاصه المغاربه اللي كيمعمروش مع امريكانيين بين قوسين طبقه متوسطه او لاباس عليهم كيكونوا كي عندهم افكار ديال الفقراء ديال امريكا. الافكار ديال الفقراء ديال امريكا خايبين بزاف لانهم هما اصلا بروك زعما ما عرفتش شنو نسمي هاد بروك فقراء. هاد الفقراء ما يمكنش تعول عليهم. واش تشبت غريق بغريق واحد غارق غادي يغري لواحد غارق سواء هما الاخطاء اللي كيوقعوا. وكتمشي تجي للامريكان كتلقى شي مغربي مثلا ساكن هنا 20 30 عام ولكن ما عارفش وكتسمع واحد ما عارفش ما عمرك غادي تعرف. سولي هذا حاولوا تقلبوا على راسكم ديروا البحث الانترنت موجود شي بحال شحال هادي البرد والبرد البرد ما عرفتكمش كتسمعوني ولا لا واقيلا غادي نرجع عرفتي راه يديك الزيت واخا انا داير هاد ليكاس عرفتي راه البرد راه ما يمكنش الاخوان الله يتل. سو هذا هو البلان ديال التقاعد. كاين تقاعد ولكن ما كنعولوش عليه كاينين التقاعدات التكميليه باش كنجيبوا التعادل. وفي امريكا الناس اللي ناويين يعيشوا في امريكا خطره خاصك تشري الدار ديالك اقرب وقت لان كلما كتشريها وكتخلصها كامله كلما في التقاعد ما كتوحلش لان الكره هنايا راه كيبقى يطلع سنويا واحد الشكل كبير وما عمرك غتقدر عليه ما عمرك تقدر تخلص الكره ديالك كامل ما عمرك غادي تقدر. خاصه السوشيال سيكيورتي ما كيطلعش بواحد الدرجه كبيره والحياه كتغلب واحد الدرجه كبيره وهنا فين غادي تقدر تقول بزاف شريو الدار بكري. كاين اللي يقول لك الربا ما الربا هذا موضوع خاص بهم. انا كنهضر مع الناس اللي ما عندهمش مشكل في الربا شريو الدار بكري غتخلصها قبل ما تشد التقاعد وما غاديش تندم عليها. هذا هو الراي ديالي. عندكم شي سؤال الاخوان كتبوا لي في الكومنت نعاود نجاوب عليه بحال هذا. سي يو نيكست تايم.